مين معانا؟ أستاذة هبة من القاهرة، تتفضل. السلام عليكم. عليكم بقول السلام ورحمة الله لحضرتك يا وبركاته. سيدنا الشيخ، انا دلوقتي يعني انا بكلمك بخصوص بر امي وكده. دلوقتي انا منقطع عن امي بقالي سنه وشويه بسبب مشاكل كانت، يعني بسبب اختي وكده، كنت هتطلق وكده بسبب مشكله يعني ايه اتكلمت دخل بقى عندي. مامتك، ايه دخل والدتك دلوقتي مع ان المشكلة مع اختك؟ هي كذبت، هي يعني امي يعني للاسف يؤسفني ان اقول لك ان هي كذبت على جوزي وكده، وكنت هتطلق فيها. طب ما هي جايز كانت عايزة ما تأذيش علاقتك لا بأختك يا أو... طب لا يا اتفضلي. لا يا شيخ والله، يعني جوزي قال لها انت قلتي كذا وكذا، راحت قالت له للاسف انا ما قلتش، وهي كانت قالت وكده، وقعدت تقسم له بالله ان هي قالت ان هي ما قالتش وهي كانت قايله. المهم يا شيخ، انا دلوقتي انا مش راضيها وهي وحشاني، وانا كل ما بحاول اكلمها هي يعني بترفضني وبتدي عليا دعوه وحشه قوي. هي بتسمعني؟ طب ما مش خليني عارفه اكلمها. والله، هي بتحبني يعني، هي بتسمع حضرتك على طول، هي طيب بتدي عليا دعوه وحشه، وحتى ما جاتليش في ولادتي، كانت ولادتي صعبه قوي، ولما كلمتها دعت عليا ودعت عن بيتي، طيب يا بنتي، وجوزي وجوزي للاسف رافض ان انا اروح لها البيت. انا بقالي سنه ويجي 3 شهور مش عارفه اوصل لها. هقول لك تعملي ايه. بص يا ستي، في 3 حاجات لازم تعمليهم. اول حاجه، في كل سجدة من سجداتك تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يطيب خاطرها، وان شاء الله هيحصل الكلام ده. تتصلي بيها، تقفل في وشك، تشتمك، افضل اتصلي بيها، لان هي بتعمل كده وكأنها بتأدبك. يعني هي مش كرهاكي، ده هي بتأدبك. انت يلي خليتي جوزك اهم عندي، وسبتي بر الوالدين. فكل ما تتصلي وهي كل ما تعمل فيكي كده، ايه اللي حاصل؟ هي قلبها يرق، لان في لحظه من لحظاتها تقول ايه ده؟ ده بنتي اللي شلتها في بطني طول الوقت ده، معقوله اقسو عليها كده؟ فان شاء الله تلين. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده اذا عملوا كده. طب اذا ما عملتش كده؟ وهو ده برضه اللي انا، مش دلوقتي مش زمن اللوم يا بنتي، مش زمن اللوم يا استاذه هبه، ان انا اقول لك كذبت. ولو كذبت امك في النهايه، ما ينفعش ان انا اعلق لها المشنقه واقول لها انت كنت هتخربي بيتك. على فكره ممكن تكون مساله ان بيتك كان هيتخرب دي مسؤوليه جوزك مش مسؤوليه امك، لان جوزك هو اللي وقف على الكلمه، فهو ممكن هو اللي يكون غلطان. فتعالي بقى نعمل ايه؟ المواصله. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلاها. يبقى أول حاجة تدعي لها في كل سجدة من سجدات صلاتك، عندك 34 سجدة تدعي لها في كل سجدة إن ربنا يلين قلبها. الحاجة التانية، تواصلي، تقفل التليفون في وسطك، تواصلي، تبعتي لها رسايل كل يوم على الأقل 5 رسايل، تقولي لها إن هي إن أنت بتحبيها ومش قادرة على زعلها. آخر حاجة والمهم بقى، إن أنت تحاولي بقدر الإمكان إن أنت تفهمي زوجك، وتحاولي تكوني حمامة سلام بين زوجك وبين والدتك، وتفهميه إن أقرب طريق لقلبك هو والدتك، هو أهلك، وهو لازم يفهم كده، وهو لو كان سمعني لازم يفهم كده. أقرب طريق لقلب الزوجة أهلها، والإحسان لأهل الزوجة هو إحسان للزوجة. وده داخل في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف.